حلقاتنا وتميز هذا السباق نرحب بكل الحاضرين ومباشره مع المركز الاول والصداره الاولى والمقدمه الاولى هناك من اجد في المركز الاول هذه اللي في الصداره هذه ملوح محمد بخميس بن علي لبطيني ايضا القادمه بالاداء القوي والجميل بينما المركز الثاني وصول في المركز الثاني ايضا تتقدم في هذه اللحظات الوسميه منصور بن علي او منصور بن سلطان بن علي الكعبي يتقدم على المركز الثاني، المركز الثالث الوصول من ايضا القادمه. هناك شعار الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ يقدم لنا العفريت شعار بن القادم في هذه اللحظات والمقدم لنا في المرتبة الرابعة من خلال الاندفاع القوي والتحدي المثير هذه هي غازية أيضا تتقدم في هذه اللحظات وهذه طوع منصور بن بن علي بن دري المنصوري ياتي في هذه اللحظات على المركز الرابع الدور دور المركز الخامس الوصول من مزون القادمة في هذه اللحظات والواصل لبخيت بن علي بن محمد بن ملاح المنصوري على المركز الخامس بينما الدخول الجديد التحدي المثير هناك من خلال تواجد ايضا عامر بن محمد بن عبيد بو عقر المزروعي يقدم لنا المسك خذت المركز السادس المركز السابع هذه القادمه الضبي الخليفه بن عبد الله بن سعيد الظاهري خذت المركز السابع المركز الثامن دخول قوي من خلال شامل رصاص بن سالم الرصاص العامريات في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء في المركز الثامن المركز التاسع تقدمت في هذه اللحظات ايضا لمبارك بن جمعه بن مغير الخيلي ايضا من يقدم لنا نشره بينما الدخول على المركز العاشر وهذه هي سمحه مبارك بن حمد بن العامري يقدم لنا هذا الاسم هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى، للعشر المراكز المتقدمة، نعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط، نعود إلى أيضا المقدمة في هذا الجو، الجو غايم والهوا كوس، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، ملوح محمد بخميس بن علي البطيني، البطيني على الصدارة، البطيني علي صدارة البطيني علي المركز الأول يا سلام على البطيني ايضا يقدم لنا هذا الاسم يسمى اللوح يتقدم في المركز الاول ياتي في الصدارة الاولى مندفعا من خلال تواجد ملوح ولكن طوع منصور بن سيب بن علي بن دري المنصوري على المركز الثاني يتقدم باداء جميل يتقدم بنجومية رائعة على المركز الثاني بينما المركز الثالث تقدمت الوسمية لمنصور بن سيب بن علي الكعبي ياتي هنا مشاهدين العزاء يتقدم الكعبي ولكن بو عقر من الزاوية الأخرى يتقدم في هذه اللحظات عامر بن محمد بن عبيد بو عقر المزروعي يقدم لنا المسك هذا المركز الرابع المركز الخامس هناك العفريت الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ أحد الأسماء القوية والعملاقة في عالم الأصايل يتقدم هناك مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام وصلت شامه وصلت شامه ليأتى رصاص بن سالم بالرصاص العامري متقدما مع شامه وتدخلت نشرة في هذه اللحظات لمبارك بن يمعة بن مغير الخيالي يقدم لنا هذا الاسم مع أيضا نشرة ولكن الدخول الجديد الاسم القادم في هذه اللحظات هذا هو شعار أيضا سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم مشاهدين العزاء بلشة وصلت هذه اللحظات تقدمت هذه اللحظات بأداء جميل وتحدي مثير هذا هو شعار شعار مطفي صاحب الرمز هناك في دولة الكويت في مهرجان الكويت منذ بضعة أيام تهانينا لك يا بن ثعلوب على أيضا المشاركة الرائعة وانتزاع الرمز هناك في ميدان الشهيد يتقدم اليوم في أول الأشواط في أول الأشواط يقدم لنا بلشة سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي يتقدم من خلال هذا الاسم ولكن شوف الدخول القادمة هناك حمد بن خويتم بن بخيت العامري يقدم لنا سوده شعار راعي سوده وصل يتقدم من خلال هذه المنافسه القويه، هذه المنافسه الرائعه، هذه المنافسه الممتازه للغايه بدأت تغير الى الصداره نشره وايضا هذا الشعار شعار بن مغير الخيلي الذي سجل نقطتين يوم الامس في سن اللقايه اهالي بو سمره، اهالي مدينه بو سمره هنا يتقدمون ويقدمون لنا هذا الاسم من خلال تواجد نشره مبارك بن يمع بن مغير الخيلي يقدم لنا نشره ولكن لبطيني البطيني ايضا هالي ايضا العاصمه ابو ظبي ينتظرون السلامات محمد الخميس بن علي لبطيني يتقدم وصلت سوده وصلت سوده يتقدم حمد بن خويتم بن بخيت العامري مقدما لنا السودة مشاهدين العزاء متابعين الكرام مع هذا الانطلاق القوي ومع هذا التحدي المثير والجميل المركز الرابع المركز الرابع المسك عامر بن محمد بن عبيد المزروع يتقدم في رابع المراكز بينما المركز الخامس هذه بلشل سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي خذت المركز الخامس بينما شعار مسلم بن دري منصور بن سيب بن علي بن دري المنصوري مع طوع القاضي مع المركز السادس وسمح لمبارك بالعود العامري وصل الشاعر وصل الشاعر بدا ينضم الى المجموعة المجموعة الأمامية من خلال هذه التحديات الجميلة ولكن أرى هنا الشعار الاقتصادي يصل أول إذاعة أول نداء هناك من خلال هذا التواجد مشاهدين الأعزاء منصورة سعادة فري بن علي بن حمودة هي تواجد بخليفة بمتابعة منصورة والحاسم هناك يتقدم من خلال هذه الانطلاقة ولكن وين الموقع الكيلومتر الأخير يا نشرة الكيلومتر الأخير يا نشرة هي ايضا من تنشر الاخبار الله 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 الله, الله. اندفعت نشر مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في المركز الاول مبارك بن يمّع بن مغير الخيالي يتقدم على المركز الاول على الصدارة الاولى على المقدمة الاولى المركز الثاني وصلت منصورة وصلت منصورة هناك على المركز الثاني لسعادة فري بن علي بن حمودة يتقدم الشعار الاقتصادي على ثاني المراكز راح بن مغير راح بدا يصدر جوله الاوامر هناك مع نشره على المركز الاول على الصدارة الأولى بهذا الاندفاع القوي بهذا التحدي المثير ولكن منصورة منصورة على المركز الثاني سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري يتقدم ولكن هناك نشرة 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 الأربعمائة متر الأخيرة الأمتار المجنونة الأمتار المجنونة نشرة على المركز الأول يتقدم مبارك بن يمع بن مغير الخيالي وصلت منصورة وصلت منصورة على المركز الثاني لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهري ولكن نشرة في الميتين متر الأخيرة هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة أبو ظبي الرياضية يأتي الخيالي خيالي مهديا أبناء أبن 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 أبو سمرة هذا الفوز مع مبارك بن يمع بن مغير الخيالي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني منصورة سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري المركز الثالث وين المركز الثالث وصلت فيه سمحة مبارك بن حمد العود العامري المركز الرابع هذه اللي ما يبنى لا مزعل سالم بن عبيد بن طماش المنصوري والمركز الخامس بلشة مع بن ثعلوب هناك سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الإعادة هنا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام لحظات الإعادة وفوزي نشرة تهدي مبارك بن يمع بن مغير هذا الفوز والانتصار حيث قطعت المسافة تسع دقائق سبع ثواني ست أجزاء من الثانية تهانينا لمبارك بن جمعة بن مغير الأخييلي المركز الثاني منصورة تسع دقائق تسع ثواني ثمان أجزاء من الثانية تهانينا لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهري بينما المركز الثالث تسع دقائق و16 ثانية جزئين من الثانية سمحة لمبارك بالعود العامري تهانينا والناموس إذا أول الأشواط في هذه الأجواء الماطرة يأتي أيضاً مبارك بن يمعة بن مغير الخيلي بفوز نشر تهانينا والناموس.